السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدحها لكم، هما جابوا هاد دايره بحال تيرموميكس، ولكن ماركه نتاع ليدل اللي كطيب لكم اي حاجه، وفيها الوصفات هنايا الا بغيتوا دير الوصفات، ولكن الوصفات المانيه ماشي شي حاجه، وتقدروا تغيروا اللغه على حسب الرغبه ديالكم. اللي خدامه حتى بالويفي تجي بحال هكا، وكيجي عندها هادير الا بغيتوا ديروا البخار. ان شاء الله الصوت يكون واضح وصافي، حيت تهرس ليا الميكروفون. ان شاء الله حتى غادي نشوف شي ميكروفون اخر، كنحاول نطلع في الصوت ديالي ما امكن. المهم كاين فيها كل شيء. اللي داروا فيها تخفيض، اللي كانت في الاول ب 399 اورو رجعوها ب 349 اورو. وكاين حتى هاد تيرموميكس، ولكن هذه خاصه نتاع الاطفال. هذه العام اللي فات كنت شريتها لبنتي، صراحه زوينه هكا نتاع الوليدات اللي كتبدا السن من 3 سنين الفوق. اللي خدامه بالحجيرات راهي كدير كل شيء، اي حاجه بغيتوها راهي عندي. وبشحال من حاجه درتها، كيكون فيها حتى الوصفات لداخل واحد الكتاب، كيكون الوصفات الداخل بحال ميلشيك، بحال الفافل، مادلين، اي حاجه بغيتوا ديروها، بحال شي حاجه سخونه راهي كطيب. للثمن ديالها 29 اورو 99 سنت. ولاحظت اليوم جابوا هذا الشيء البنات، على ما اظن هذا الشيء خصو يدخل في يوم الخميس اللي جاي، ولكن دخلوهم اليوم الاثنين، ما عرفت علاش كيخربقوا في الاشياء. كاينه هذه زوينه البنات، من غير هادشي اللي عنده العلاقه مع الكغيل، ولكن من غير الكغيل تحطوها، تقدروا تفرشوا هنايا الخص وكتحطوها فوق الطاوله، كيعطي المنظر زوين. كتحطوا فيها النفخات نتاع الدجاج، وحتى الجوانح كيمشي ليها. كاينه هذه، وكاينه هذه، تشوف هذه اول مره كنلاحظها، هذه نتاع اللحم. الا درتوا اللحم كتحطوها هنايا. الثمن ديالهم اذا خديتو هادي او لا هادي 7 اورو 99. وجابوا حتى هادشي اللي عنده العلاقه مع البرجر، كاينه هادي نتاع السيليكون اللي فيها جوج، كاينه وحده كتهز 4 وواحده كتهز 6، وكاينه هادي باش كنصوبوا بها البرجر، كندقصوها باش تاخذ الشكل الدائري. نشوف واش كاين شي حاجه اخرى ولا غير هاد الجوج. لا غير هاد الجوج اللي الثمن ديالهم 4 اورو 99 سنت. وجابوا حتى الشوايه اللي هي نتاع الغاز، هادي فيها جميع كتحطوا هنايا البوطه، وهنايا كتفتحوها كتحطوا هنايا كطيبوا حتى هنايا من الفوق. ما كايناش هنايا شي صوره واضحه، تحطوا هنايا اللوازين. اذا بغيتوا هنايا ديروا شي كامله هنايا كطيبوا عليها، كيكون فيها جوج ايطاجات، ولكن الثمن ديالها باقي ما حطوش. قلت لكم هادو خصهم يحطوهم الخميس الجاي ماشي اليوم. وجابوا هنايا اللوازين اللي هي خاصه نتاع التيرموميكس نتاع ليدل، اذا بغيتوا تزيدوا الاضافات ديالها. كاينه هذه اللي بغيتوا كدير حتى تيبو على البخار اللي كطيب، تقدروا ديروا فيه حتى المطلي. كاينه هذه الثمن ديالها 9 اورو 99 سنت. المهم كاينين هاد الشي اللي في العلاقه مع التنظيف نتاع الماكينه. كاينه هادي وهاد الاوراق عندو العلاقه مع الماكينه، الثمن ديالهم اورو 99 سنت، حيت هاد الشي مخربق خصني نركز. كاينه هادي كتحطو عليها الماكينه الا حطيتوها فوق البوطاجير، ديروها لتحت. الثمن ديالها 19 اورو و 99 سنت. ودخلوا هاد المناديل تاع الكوزينه اللي في الباكيه، فيهم ثلاثه، كل واحد واللون ديالو بوحدو. كاين في هاد الكري وكاين هاد الكرونه، الثمن ديالهم 4 اورو 99 سنت. واما في الملابس جابوا اليوم هاد الكلايد نتاع النساء، الا هادو البنات اللي عندهم لاطيل كبيره، اللي كتبدا لاطيل ديالهم من اكس ال حتى 3 اكس ال، هذا لاطيل كبيره اللي كاين فيها هاد الشكل،
وكاين هذا اللون الاسود سامبل، وكاين هذه لي الثمن ديالهم 9.99 €. وكاينين حتى هاد التيشيرتات تاع النساء كيجيو طوالين، الا هادو كيجيو نص كم، كاين فيه هاد الشكل وحده لطيل كبيره. وكاين هذا اللون الاسود، جوج نتاع الالوان وصافي، اللي كيبدا لطيل من XL حتى 3XL للثمن ديالهم 6.99 €. ودخلوا حتى هاد السراو اللي هما نتاع جين تاع النساء، كاين في هاد اللون، وكاين هذا الثمن ديالهم 11.99 €. وجابوا حتى هاد لي كانسات نتاع النساء، هادو اللي هما تاع فصل الربيع والصيف حيت باردين وخفافين، كاين فيه اللون الاسود اللون الكري، جوج الوان اللي كاينين هنايا الثمن ديالهم 4.99 €. وكاينين هاد الأحذية نتاع النساء، هاد الصندل، كاين هذا، شوفوا هذاك راه فيه بحال كيبري هاد اللون، كاين هاد الشكل، وهذا هاد الشكل لي الثمن ديالهم 6.99 €. ودخلوا حتى هاد الملابس الداخلية نتاع النساء، هادو بيها، كاين فيه هاد اللون الأسود واللون الأزرق، كاين هادي لي تمن ديالهم راه دارو هنايا، خلطو الأثمنة هنايا، دارو التمن تاع الكلايد والفوق دارو التمن تاع البيها لي تمن ديالهم 5.99 €. وجابو حتى هادو الملابس الداخلية، هادو سليب لي فيهم جوج في الباكية، كاين فيهم نفس الاشكال نتاع بيها يعني الالوان وحتى الشكل ديالهم، كاين هذا اللون اللون الاسود، شوفوا شوفوا فين داروا هنايا، خلطوا اليوم الاثمنه، هذا الثمن ديالو 6.99 €. وكاينين حتى هاد الاحذيه البنات، انا هادو ما اظن نتاع اليوم يوم الخميس ما كانوش جابوهم، هادو احذيه نتاع الوليدات، كاين فيهم هذا الشكل، كاين فيه هاد اللون الازرق، هادو هما الاشكال، جوج اشكال، الثمن ديالهم 9.99 €. وكاينين حتى هاد الاحذيه كانوا جابوهم في يوم الخميس ولكن ما كانوش داخلين في المحل، كانوا بزاف نتاع الناس كانوا كيطلبوا على هاد الاحذيه ما كانوش داخلين، هادو نتاع النساء اللي مكتوب هنايا بالالوان، شوف هنايا كاين هاد اللون، هذا اللون الثمن ديالهم 19.99 €. وجابوا اليوم الباليزات، بالز مع السفر اللي بغى يمشي شي دوله او لا يمشي بلاده، كاين فيها هذا الشكل او لا هذه اللي كيهزوا 90 لتر، الثمن ديالهم 49.99 €. وجابوا الكراسي نتاع السيارة نتاع الأطفال، هادو اللي كيجلسوا عليه الجروب صباي ولا دغاي، يعني جوج ولا ثلاثة على حسب السن، وكاين فيهم الألوان، كاين إما الأحمر، كاين إما الأزرق أو الأبيض، لي تمن ديالهم 12.99 €، اللي كيهزو يعني على حسب الوزن تاع الوليد أو البنية، من 15 كيلو حتى 36 كيلو. وجابوا هاد الكتب تاع الطبخ، دابا مع اليوتيوب يا حسرة على هاد الكتب، من اللي كنا كنشيو الكتب كنشوفو الوصفات، دابا كلشي واضح صوت وصورة، كاين هادي اللي هي خاصة تبغيتو تصوبو الكونفيتير، كاين هكا اللي هي خاصة نتاع التيرموميكس كديرو فيها، دي الثمن ديالها 4.99 €. وكاينين حتى هادو خاصين نتاع السيارة، حيت جابوا بزاف نتاع اللوازم عندو العلاقة مع السيارة، ما بغيتش نوري لكم حيت هذاك الشيء غادي يجي فيه الفيديو فيه الملل، اختاريت لكم غير الحاجة اللي هي زوينة هكا، هذه كمعطر نتاع السيارة على شكل حذاء، كاينين هادو اللي فيهم جوج، كاينين هادو
لي الثمن ديالهم 2 أورو و49 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم ليدل. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.